يلا كفاية كده، ما عندي كتير حتة محروقة. شكر جدا شكر. والله يا كبير ما عارف اقول لك ايه، تعبت نفسك وكلفت نفسك وعامل وليمه كبيره قوي. والله دي اقل حاجه نقدر نقدموها ليك ابو الكرم. والله يا كبير شكرا. لكن مستر عبد العزيز ما قاليش يعني ايه المشروعات اللي بيفكر فيها. عزيزو عزيز ابو عزيز، رد على حضره المحافظ. كنت بسال حضرتك ايه المشروعات اللي انت بتفكر فيها. لا ما بفكرش. يقصد يقول انه عملي عملي، يعني نحن رجال افعال لا 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 كلام. بسم الله ما شاء الله. تعرف انا فعلا والله بحب جدا رجال الاعمال اللي من النوع ده، عنده ريسك كده ومخاطره، يقتحم المشروعات وما يخافش، شيء هايل جدا. لكن برضو يعني يا ريت تديني مثال ايه المشروعات دي اللي انت عايز تعملها. بص يا محافظ، قصدي الالقاب يعني. يقصد يعني يقول ان احنا خلاص على صفرة واحدة وكنا عيلة. ايوه ايوه واحد مش حاجة. احنا دلوقتي مثلا انا شغالة على اللي هو القلم الرصاص ده، حضرتك عارفه؟ مش السنون، اللي هو القلم اللي بيتبري ده واللي بعد ما تبريت تروح عامل كده عشان تشوف طول السن قد ايه. ده حضرتك فيه من فوق جزئية استيكة كده. طبعا. بيحوطها حتة صاجة. ايوه مثلا انا ان شاء الله تنتج الصاجة دي. انا مش قادر افهم طبعا يعني ايه سر الاهتمام بالصاجة دي يعني. هو اكيد يعني بالك مشروع اهبل. دي حقيقة. لكن هو هنا في الصعيد موضوع حياة وموت. يا سلام. امال ايه؟ احنا عندنا هنا الاطفال يقوموا على غيار الريق يروحوا المدرسة. ويأخروا لهم الفسحة في المدرسة. مشكلة دي. فالعيال بتجوع، أول حاجة تاكلها الأقلام. ومعدة الطفل عندنا في البلد بتهدم الخشب وبتهدم الرصاص نفسه والأستيكة بتهدمها. الحاجة الوحيدة اللي بتتبقى هي الصفيحة دي. وتقعد تكبر في بطن العيل. ويقعد تتراكم صفيحة على صفيحة، الواد تلقى كرشة قد قده. ويعوم في الترعة يغرق. فالعبد لله مسك الصفيحة وتناه. يعني مسك الصفيحة خلاها مكونة من مواد أورجانيك. مواد أورجانيك على مواد حمضية، بقت الصفيحة دي بمجرد تلامسها مع لعاب الطالب بتنقلب إصبع كفتة بقدرة القادر. والكفتة طبعا بتغذي الطفل وبتحميه من فيروسات كثيرة يعني مثل الإيدز. والله يعني الاستثمار فكر، يعني اعتقد ان دي كمان ممكن تساهم في حل مشكله البطاله في القريه. المواطنين ممكن يشتغلوا في المشروعات دي بدل ما نستوردها من الصين بعمله صعبه. المشروع التاني بقى. المشروع التاني ايه؟ يخلي الراجل ياكل عاد. في يا اخي تكبت لنا بزنسنا ليه؟ في ايه؟ المشروع التاني مشروع الشعور. شعور الطيب؟ لا. شعور بالحيره؟ لا. مشروع الشعور ده بيتلخص في ان انا بلف على حلاقين مصر كلهم، باخد الشعر اللي عندهم، ويوم اجازتهم يوم الاثنين بحلق لاصحابي واخد الشعر ده واجمع الكميه دي كلها واحشيها في دباديب. بقى تحشيها في ايه حضرتك؟ في دباديب الاطفال عشان ننتج الدبدوب المشعر. المشروع ده تحديدا يعني ما زال تحت الحلاقة، تحت الدراسة، وفي ثلاث حالات فشلت. بدل ما يعمل الدبدوب المشعر عمل الدبدوب الشائك علشان تلخبطه، بدل ما يجيب الشعر الراس جاب شعر الدقن، بقى يشوك الأطفال. بس برضك أحسن من الدبدوب المستورد. ليه بقى؟ لأن الناس بيجيب من برا دباديب محشية بوليستر ومونستر وربراب وحاجات ما عارفينها جايبينها منين. صحيح. وبيجيب للأطفال حمو النيل. بتجيب لهم ايه؟ حمو النيل اللي بيطلع في القفا دي. الهرش. المشروع التالي. كفاية عاد. كفاية كفاية، خلي الراجل ياكل، خلي الراجل ياكل عيب. المشروع التالت إعادة التدوير. ده كأنه حاجتين دي. أنت بتتكلم عن الريسايكل. دي حاجة معروفة؟ ده موضوع كبير جدا، ده مشروع عالمي، ده بيحل مشاكل قومية. هاي قول فرحنا. قول لي بقى هتعمل ريسايكل على ايه واعاده تدوير على ايه؟ بلاستيك، ازاز، خشب، معادن، ايه؟ عارف يا محافظ برطمانات الصلصه؟ طبعا. اللي هي متواجده في كل بيت مصري دي. البرطمان ده في اخره فيه غطا صفيح اللي هو بيعمل ده لما تيجي
تفتحه يعني. الغطا ده انا بدور عليه في كل حته في مصر. وبعدين فين المشروع؟ ما انا بروح لواحد صاحبي امين. اسمه امين؟ لا صفته امين يعني بطبعه امين. واروح اديله الحاجه دي واقول له ما تديش الحاجه دي لحد خالص يلا حتى لو انا جيت قلت لك هاتها. فبعديها بقى بروح ادي مشاويري وبنسى كده برجع اقول له فين الحاجه يا فين الحاجه اللي اديتها لك؟ فيروح قايل لي يا عم ماليش دعوه لو عايز الحاجه دور عليها انت. فبعيد بقى ان انا ادور عليها تاني. ايه يعني انا عارف وخابر ان شكله يعني عبيط شوي. دي حقيقه. ايوه لا هو عارف طبعا هو تركيبه لبسه يعني كيف عطف سكري وكانه عامل عمليه طهور لكن لا لكن لا عايز اقول لك ان دي صفه العظماء يعني مثلا بيل جيتس لو شفته ماشي في فيصل وماسك معاه مهله بيه مش هتكرمش خمسة جنيه وتديها له في ايديه ولا ايه؟ والله عندك حق يا كبير. وهو راجل عظيم. صحيح. والواد ده راجل عظيم برضه. يلا عاد ناكل الوكل هيبرد. أكرمية. إيه ده؟ بوسو. تعالى كل. أنا واكل هنا؟ آه. أنا عايز آكل يا كبير. امشي يا ذغور يا. أنا عايز آكل بط عايز ور. بس يا. مش اسم وكلك هياكل ورجول. مش بيعطش عايز ور. ماشي أسيب لك دبوس. وعايز الجلد. سيبوله الجلد يا جماعة اللي بياكل حاجة يسيب له جلد على دم. طيب سلام عليكم. خد يد تعال هنا. ايه. انت جاي تعمل اوردر وماشي؟ ايه. في راجل برا عم يسأل عليك برا. مين الراجل ده؟ ما خبرش بس هو قال لي لو انت ما طلعتلوش هيهيص ويزعق ويهلل ويفضح الدنيا برا. هو في حاجة كبيرة ولا ايه؟ لا 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 مفيش. انا بس سايب باب داري مفتوح للناس كلها ونعم العمر 24 ساعة أي حد يدخل يسألني في أي حاجة ما شاء الله عليك تفضل وانت بخل كيف تدخل حد وما تعرف شو مين وبعدك يعمل كل حاجة واللي ما أي حد يدخل بس يال. أنا اللي بوكلك عايش يا أنا اللي مشغلك احترم البص إيه ديات تبي انت رجعت تشرب مخدرات تاني إيه دي ده ورقة الراجل اديها لي الراجل اللي برا اديها لك؟ ايه وتفتكر اديها لك ليه؟ عشان تنف بيها؟ ولا تحطها في الكتاب ما تروح ما وقفت تقراها؟ ايه ايه دي؟ ما خبرش الاسم ده كاني عارفه خير يا اخ والله زمان يا كبير كنا طبلت